بمناسبه رمضان الكريم السلعه التقليديه كاين اقبال اخاي ماشي ما كاينش كاين بالغاد الرجال بالغاد العيالات الصغار اسمنا مناسبه اللي بغى الرخاء راه كاين واللي بغى حاجه مزيانه راه كاين ولكن حنا عندنا الجوده عندنا الجوده ثمن مناسب ولكن سلعه مزيانه سوق الصباط الرباط راه معروف معروف حاجه مزيانه هاد السنه كاين اقبال اخاي ماشي ما كاينش كاين اقبال على بغاد العيالات بزاف الرجال شي شويه بغاد العيالات والدراري الصغار كاين اقبال حتى العام اللي فات كان ولكن هذا العام كاين شويه ديال الاقبال كاين المهم في الرباط كاين الاقبال مدن اخرى ما نقدرش نقول لك شي حاجه نقول لك اخاي كاين شرائح كيشريو اللي عنده شويه الماده راه كيشري والناس اللي ما عندوش راك عارف راه في فاس زادت السلعه المواد زاد باش كيتصنع البلغه زادت ولكن حنا كنحاولوا اخاي تنتصاوب مع الناس راك عارف كتساوي الكليه كتساعد معاهم لان كاين الحاله ضعيفه كتساعد معاه واللي عنده راه كيشري حاجه مزيانه بثمن زايد شي شويه بالنسبه للاقبال اخاي في هذا الشهر هذا ما كاينش الاقبال الاقبال ضعيف ما كاينش اقبال من طرف الناس مقيوسين في القدره الشرائيه شويه والقدره الشرائيه ضعيفه عند الناس هذا الغلاء المعيشي وهذا التضخم اللي كنعيشوا حاليا ما خلاش الناس يجوا يقتنيوا هذه المنتجات التقليديه والسنوات الماضيه كان الحمد لله اقبال وما هذا العام هذا حاله خاصه حاله استثنائيه حنا اخويا في المدينه العتيقه الحمد لله راجلي الباس خدامين راه تنبيعوا 150 جلابه 200 جلابه دايرين لهم 100 درهم تنخدموا على 10 درهم الحمد لله الوقت مزهره في هذه العواشر ونتمنوا من الله تكون ديما هكا لا الحمد لله كاين الاقبال المغاربه كاملين تيلبسوا الجلالب حتى اللي ما عمرها لبست الجلابه تتلبس الجلابه في رمضان الحمد لله وتيشريوا الناس الكادويات الهدايا جلابه 100 جلابه 100 جلابه 100 كادو رخيص كادو رخيص كادو رخيص